طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الحلال للفنانة سمية الخشاب أغنية المسلسل وهي بعنوان بالحلال يا معلم، وبيشترك فيها أحمد سعد مع سمية في ديو مشترك بينهما، وتجاوزت الأغنية حاجز 150,000 مشاهدة فور طرحها بساعات على موقع اليوتيوب، وحققت صدى كبير بين الجمهور. مسلسل حلال من تأليف سماح الحريري ومن إخراج أحمد شفيق ومن إنتاج صادق الصباح. وسكن القلب من جوه بقيت مفتون، هات المازون ده انا ولا حول ولا قوه. بالحلال يا معلم بالحلال نتكلم، ملك بيا خف شويه تعبتني في الراحه والجايه.